ناديه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ست ناديه، ازاي حضرتك يا دكتور؟ الله يسترك. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. والله حضرتك يا دكتور، انا زوجي توفى بقاله سنتين وشهرين، الله يرحمه، وعندي ولدين وبنت، بس الولد الكبير كان ارهقنا كتير ويعتبر من العاق، وبعد كده ساب لي ابني الصغير كان عنده 16 سنه، وهو دلوقتي في ثانويه عامه. بس حضرتك يعني زي ما يكون بيكمل مسيره اخوه، مبهدلني، مكرهني في عيشتي وفي حياتي، مالوش كبير، وانا يعني بابا ولا لي، يعني ابوه وامه ماتوا، ولا لي اخوات ولا لي عمام ولا لي اي حد خالص، ولما وانا ما عنديش، انا بنتي يعني انا واختي، وهو مش شايف قدامه أساسا، ما بيحترمش أي حد خالص، ولا يعرف دراسة ولا كأنه هنا، وهو في ثانوية عامة السنة دي. أكلمه بيشتمني وبيتطول عليا. يعني حضرتك أنا مريضة سكر وضغط، أنا سني 51 سنة، ما بيجيبليش لقمة، يعني ممكن ينزل يلعب كورة وما يجيبليش لقمة، وهو طالع يقول لي تفطري إيه يا ماما، مع ان بعد ما والده مات انا صرفت كل الفلوس عليه واجيب له كل اللي في نفسه، قلت عشان ما يتحرمش من حاجه. بس لقيت السنه دي هو بهدلني، ومفيش مذاكره ولا تعليم ولا ادب، ومش عارفه اتصرف ازاي، اصوت وبهدل الدنيا والناس تتلم عليا من كتر حرق دمي، ومفيش فايده. طب اتصل بالبوليس يا ربي، انا مش عارفه اعمل ايه معاه ولا عارفه اتصرف ازاي، ومالوش حد. يعني انا عن نفسي، احنا بنتين وامي ست كبيره 70 سنه، مفيش حد ليه ولا ليه كبير، ولا عارفه اعمل معاه اي حاجه خالص، مش عارفه اتصرف ازاي. انا تعبت والله العظيم تعبت، انا بنام كل يوم بعيط، مش لاقي، عايزه انادي للناس من الشارع يجوا يربوه، يجي طب يشوفوا يعملوا لي، انا مش عارفه والله. اشكرك، والله تعبت. أشكرك وجاوبك. اللي ملوش كبير، كبيره ربنا. كبيره ربنا والرسول صلى الله عليه وسلم. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. اللي ملوش كبير من البشرية له كبير رب البرية وخير خلق الله سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يا ولدي أنت بثانوية عامة ترجو مجموعا كبيرا لتدخل كلية محترمة، واللي في ثانوية عامة ده واللي في أولى ابتدائي الاتنين عندي ما يفرقوش، طالب العلم عندي هو طالب العلم، جهاده في سبيل الله قرايته واعتكافه على كتابه. ولكن المؤمن يا ابني يا ضنايا، المؤمن في التجارة محتاج توفيق ربنا، في التعليم محتاج توفيق ربنا، في الامتحانات محتاج ربنا يذكره باللي قريه، عشان ربنا يوفقك وكلنا ننشد التوفيق. معاك كعبة مشرفة اسمها ماما، وحتة بقى عند ماما، ان ماما مش عارفة توصل لك زعلها الحقيقي. ماما انت تعمل من هنا وكأنها بتكافئك على عقوقك، تقول لك طب معلش بتاع، انما لو انت من صغرك، من 6 سنين فاتوا، من وانت ابن 10 سنين استشعرت ان ماما زعلانه بحقي وحقيقي، كنت خفت وما زعلتهاش تاني، انما انت فقست امك زي زمايلك، هتقول لها كلمتين وتسكت، هتطلع لها دمعتين وتشوف المسلسل وتضحك وتنسي، خد حق تنسى، خد حقك واد، بهدلها واد، اعملها واد. انا دارس المجتمع بتاعي ده دراسة فوق مستوى الامتياز، واعرف كويس جدا خباياه، واعرف جدا سلوكياته، واعرف جدا بيفكر في ايه. واقول تاني، ثمرة الصلاة انت بقى تحب ان صلاتك تبقى شجرة من غير ثمرة. يقول العلامة سليمان بن عمر العجيل الجمل الله يرحمه صاحب الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، يقول ايه؟ واغلب اساليب القرآن الكريم قرن الزكاة بالصلاة،
وقال لنا جملة في 40 ثانية هقولها، 40 ايه؟ 10 ثواني. ليه ربنا قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، آية المائدة على اليمين. ليه الزكاة مقرونة بالصلاة؟ ليه؟ قال لأن الغالب ألا يخرج زكاته إلا المصلون. يعني محدش بيطلع زكاة إلا اللي بيصلوا. الكلمة دي قالها الشيخ سليمان بن عمر العجيل الجمل المتوفى سنة 1208، يعني من حوالي 200 سنة وشوية. ال 200 سنة وشوية دول ممكن اللي بيصلي النهاردة ما بيبقاش يطلع زكاته، الدنيا بتتدهور نازلة لتحت. ونعرف حاجة واحدة، كل ما ننزل لتحت كل ما رزق ربنا يقل والحاجة تولع. أنا أقتنع بذا وألقى الله عليه، الله هو المسعر، هو اللي بيغلي الحاجة ويرخصها. فإحنا محتاجين ربنا عشان ناكل، عشان نعيش، وعشان جنته يوم نلقاه. فهي اللي قاله الشيخ سليمان بن عمر العجيلي الجمل، إنما كان في غالب آيات القرآن الكريم قرن الزكاة بالصلاة، لأن الغالب ألا يخرج زكاته إلا المصلون. عشان كده الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة. وأقول لكم بقى على شيء من النوادر، شيء من النوادر، كمية الأحاديث والآثار الواردة في صدقات الصحابة وهم بيصلوا وهم في طريقهم للجامع. شفت؟ شوف الصلاة، رايح يصلي واخد معاه درهمين ثلاثة أربعة، ده غلبان يديله، ده سائل يديله، وهو بيصلي في مسكين في الجامع. في حتى مسألة مشهورة جدا في الفقه عندنا، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لواحد ركعت، كان النبي بيخطب عليه الصلاة والسلام، وده دخل قعد، فقال له صليت ركعتين؟ قال له لا، قال له قوم وصلي. قال العلماء قال له قوم وصلي سليك ده عشان الناس تشوفه وهيئته وهدومه مش طيبة يتصدقوا عليه، مصلون المصلون. وعايز أقول تحفة في آية المائدة تساوي لها 4 تريليون دولار، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني مش جماعة فهموا غلط، ما نرجع بيهم إحنا يعني إيه وهم راكعون؟ يعني الركوع بتاع الصلاة كده سبحان ربي العظيم وطلع الزكاة يناولها الواحد وهو راكع؟ لا، وهم راكعون يعني وهم مستجيبون لربهم. الركوع تعبير يدل على مدى الاستجابة، استجابة الراكع، الراكع مش الركع في الصلاة.